شديدة، جماهير شديدة يطالبونك بعرض من عروضها المعتادة. يلا يا صالح، يلا يا صالح، 400 متر وشديدة المركز الأول. يبدو يبدو يا سلوب، انطلقت شديدة مشاهدينا الأعزاء وانفردت شديدة. الشوط شوط شديدة، يا سلام يا سلام يا سلام، الله 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 الله، يا سلام يا شديدة. صالح بن حمد بن مقارع مشاهدينا الأعزاء تنتزع الشوط الرئيسي انتزاعا وبدون أي منافس. مشكور مشكور يا صالح بن حمد بن مقارع على هذه المواصيل التي وصلت إليها شديدة. والفال الرياض يا أخوي، الفال الرياض، تهانينا والناموس يا صالح، تستاهل تستاهل. تهانينا لصالح بن حمد بن مقارح وتهانينا لأبناء حمد وسالم المركز الثاني. مشاهدين الكرام، إدخان يتحرك في المركز الثالث، إدخان للسيد عبد الهادي بن خليل الشهواني، ولكن الشايم 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 يشوم أن ينتزع الناموس، يشوم للشوط الأول الرئيسي. الشايم يا مبلش مبلش مشاهدين الكرام، يا بلشتك من مبلش يا العاط، مبلش واصل مبلش قادم. ولكن يا جماعة يا جماعة، هنا العاض لازال هنا مع الشايم، الشايم واللحظات الأخيرة. مبلش أيها الإخوة يحاول في المركز الثاني، ولكن الشايم الشايم الله، الشايم لازال لازال هو من يحافظ على المركز الأول، الشايم ومبلش. ولكن الشايم، إذا أيها الإخوة الكرام، نهني صالح بن محمد العاض على فوز الشايم بالمركز الأول. المرة تطربنا دائما، تمتعنا دائما. المركز الثاني هنا القاضية لسالم بن جبران المري، اتحركت القاضية ووصلت القاضية. الله 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 الله، إذا مشاهدينا الكرام، القاضية بالضربة القاضية تنتزع المركز الأول في الأمتار الأخيرة، وبالتالي القاضية والقاضي خط النهاية يؤكد على فوز القاضية لسالم بن جبران المري بالمركز الأول. تهانينا يا بن جبران المركز. شاهين 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 شاهين، وصل مع المركز الثاني، والسويت والصار هنالك ينتزع الصدارة، ينتزع زموم الأمور. الله 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 الله، هنالك بدأ يحلق شاهين مع الصدارة مع المقدمة، استعاد الإنجازات واستعاد انطلاقاته شاهين، وهذا في أول موسم وأول الظهور لشاهين مع المركز الأول مع حمد بن محمد بن قعيس المري. تهانينا وتهانينا وألف مبروك لهذا الشعار ولمالك شاهين حمد بن محمد بن قعيس المري، وكما أهني علي بن حمد بن قعيس المري على حصول شاهين على المركز الأول في هذا الشوط الشوط الثاني. تهانينا وتحياتي وتقديري لشاهين ولمالك شاهين حمد بن محمد بن قعيس المري، وهو خط النهاية يرحب بقدوم شاهين ويرحب بقدوم هذا الشعار المركز. ميزة مشاهدين الأعزاء تتميز، تميزت ميزة في هذا الشوط. سلام من دلوان، سلام سلامي عليك يا بن دلوان، يا سلام يا سلام. إذا مشاهدين الأعزاء تنتزع ميزة هذا الشوط انتزاعا، هذا الشوط القوي، وتفوز على كل هذه الأسماء المميزة الحائزة على السيارات والحائزة على الانتصارات. ميزة 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 مشاهدين الأعزاء، تهانينا تهانينا لمالك ميزة راشد بن علي بن دلوان المري على هذا الفوز المستحق لحظات الوصول. تهانينا الناموس المركز الثاني. بيروح الناموس، الناموس سيذهب هناك إلى عبد الله بن حمد بن هيان العامري، ولا سيذهب هناك إلى علي بن مانع بودو واس العجمي؟ نحن في حيرة. يا السلام، التحركات والأوامر صدرت. يا السلام، غير يا اللي بتغير، اتحرك يا اللي بتحرك. يا السلام، الشاهين وشاهين، شاهين وشاهين يا جماعة، شاهين وشاهين. يا السلام على ناموس الزمول، شاهين بمانع وشاهين العامري. يا السلام يا شاهين، شاهين يا شاهين. الله، الناموس الناموس ما ندري وين بيروح، شاهين وشاهين. ولكن ما علي بن مانع بودواس، علي بن مانع بودواس. يا السلام، سلام عليكم، سلام يا أهل الكويت أشقائي.
الخزانه هناك الاعزاء. نهني علي بن مانع بو دواس العجمي المركز الثاني، يصل في شاهين عبد الله بن حمد بن هيان العامدي المركز الثالث. على انها الاسم الاقوى، على انها الرقم الصعب، على انها الرقم الاول في هذا الشوط، عليها رقم واحد وهي رقم واحد، انت رقم واحد يا كلاسه. تهانينا اذا نزفها من اعماقنا لمالك كلاسه علي بن سعيد بن حلفان المري، واحد من الاسماء التي اعطت لهذه الرياضه، رياضه الاباء والاجداد، من وقتها ومن جهدها، وبالتالي استحقت ان تكون هذه الشخصيه من الشخصيات الرائده في عالم السباقات. تهانينا اذا لعلي بن سعيد بن حلفان المري على فوز كلاسه وانتزاعها للمركز الاول. دفعت الزبول مع المقدمه، انطلقت الزبول وهدير الزبول مع الصداره، الفارس فارس هذا الشوط منطلق مع المركز الاول مع غانم بن منصور الخيرين مع الصداره ومع الانطلاق، مكلف من تكلف هنالك بالانطلاقه مع المركز الثاني ومع محمد بن صالح المشروم. اللحظات الاخيره، الامتار الحرجه، الامتار الحساسه، مكلف والفارس والفارس ومكلف، ولكن الفارس حسم الموقف وهو بطلا لرواية هذا الشوط ولانطلاقه هذا الشوط ولاندفاعته الى خط النهايه. سلام الفارس، سلام سلام لغانم بن منصور الخيرين لحصول الفارس على المركز الاول. المركز الثاني مكلف محمد صالح مشروع. 400 متر تفصل السعديه عن ناموس هذا الشوط. اذا السعديه مشاهدينا الاعزاء هي صاحبه نقطه هذا الشوط وهي الفائزه في هذا الشوط، ومشكور يا المحترف باسم الجمهور، اشكر فهد بن سيف الخيارين. لا تجعل راسك يستدير، فانت مرتاح، فانت مرتاح. 100 متر، وتهانينا تهانينا وتهاني لك يا غانم بن سيف، غانم بن سيف، والتهاني لفهد بن سيف على هذا الناموس وعلى هذه الانفراده، وتهانينا تهانينا تهانينا تهانينا، والناموس لمالك السعديه على هذا الفوز المستحق. لحظات الوصول، ابعد ومدوغ، يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن وصل هنالك بصيحان مع صيحات الجماهير مع العامري عامر الانجاز مع المركز الثالث، ولكن مدوغ مع السيطره، مدوغ مع المركز الاول، مدوخ مع جر الله بن محمد بن حقيل المري مع مقدمة هذا الشوط، ولكن اندفع العمري هنالك مع المركز الثاني مع مصيحان مع عبد الله بن حمد بن هيان العامري، وهنالك القادم برزام مع غانم بن منصور الخيرين، ولكن مدوخ مدوخ مع المركز الاول مع الاداء المرموق مع الانطلاق ومع ايضا البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري. سلام مدوخ، سلام سلامي وتحياتي وتقديري لمالك هذا الشعار جار الله بن محمد بن عقيل المري المركز الثاني. خلونا مع بن زهره يا جماعه، الله يجعل ايامك ورد وزهر يا بن زهره، الله يجعل ايامك ايامك عسل. ولكن هنا يا سلام، مسفر بن مبارك بن مسفر، مسفر بن مبارك بن مسفر يتحرك، ولكن بن زهره حرك يا جماعه، بن زهره يا سلام، خلاص خلاص، سلام عليكم يا بن زهرة. تهانينا لمحسن بن زهرة المري على فوز السايحة بالمركز الأول. المركز الثاني مشاهدين الكرام، انتباه مشاهدين الكرام، هي من تحتل المركز الأول، انتباه انتباه، أتتنا في الأمتار الأخيرة وفي الخمسمائة متر الأخيرة واحتلت المركز الأول، ولكن هنا مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني يحاول مع محنة، محنة في المركز الثاني، وهنا انتباه في المركز الأول، انتباه ومحنة، محنة وانتباه، يا سلام يا محنة، محنة 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 وانتباه، انتباه ومحنة، محنة وانتباه، انتباه انتباه ومحنة، محنة مشاهدين الكرام، ولكن انتباه من الجانب الأيمن، ولكن محنة تحاول، محنة 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 يا مشاهدين، يا سلام. تهانينا نزفها الى مالك محنة، ولكن الدانة 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 اتسللت مع المركز الاول، اتسللت نحو ناموس هذا الشوط هنالك مع مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، ولكن المتحدة تعود بدورها مع المركز الثاني سلمان بن صالح بن حمد العتيبي، ولكن حسمت الموقف الدانة، الدانة انطلقت بطلة هذا الشوط، بطلة الانطلاق، مقدمة الشوط مع الدانة والصدارة مع الدانة. سلام
سلوم الدانة سلام سلام مسفر بن مبارك من مسفر الشواني على حصول الدانة على المركز الأول في هذا الشوط بانطلاقتها والنقطة الثانية بخيت هنالك في هذه الفترة الصباحية المركز الثاني المتحد مع غيوم مع المركز الأول ولكن وصلت السعدية 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 مع المركز الثاني السعدي مالكي يا أيتها السعدية مع ثاني المراكز مع مسفر بن مبارك من مسفر الشواني ثنائية على الصدارة الناموس وكلمة الناموس حائرة ما بين السعدية وما بين غيوم ولكن تسللت السعدية مع المركز الأول ومع ناموس هذا الشوط النقطة الثالثة تتسجل في هذا الشعار لهذه الفترة الصباحية يسعد صباحك يا مالك السعدية مسفر بن مبارك من مسفر الشواني على حصول السعدية على المركز الأول